رجعنا تاني نكمل معاكم ملوك الكرة على هوا الراديو 90 90. بكون سعيد جدا جدا لما بيشرفنا وينورنا صديقي العزيز احمد يماني، المحلل الرياضي اللي دايما بنستمتع بيه وبنفهم منه تفاصيل حلوة جدا في الكرة. احمد مساء الفل عليكم، منور الراديو 90 90 كالعادة. مساء الفل عليك يا محمود، ومساء الفل على الساده المستمعين. يلا بينا على طول على مباراة العودة، الاهلي والترجي، دوري أبطال إفريقيا، مباراة نهائية، مباراة التتويج، مباراة اللقب. معلش اسمح لي نبدأ بالترجي التونسي، كارتوزو. كارتوزو هيلعب ازاي بالشكل بقى المناسب لمباراة بكرة؟ قول لي كده التفاصيل من واقع خبرتك ومتابعتك للترجي خارج أرضه. بص، الترجي يمكن ميشيل كاردوزو من المديرين الفنيين الجيدين جدا. نسخة الترجي الحالية هي نسخة منضبطة جدا، وأكثر نسخة انضباطا للترجي في آخر 5 سنين. يعني إيه منضبطة؟ يعني اللعيبة عارفة بتعمل إيه في الملعب. ممكن ما تلاقيش لعيبة بتهاجم كتير، ممكن ما تلاقيش حرفنة، ممكن ما تلاقيش كرة هجومية، ممكن ما تلاقيش كرة حلوة، ولكن هم فريق مباشر وفريق منضبط جدا في الناحية الدفاعية والناحية الهجومية. الترجي آخر 8 مباريات لم يستقبل أهداف سواء داخل أو خارج الأرض. الترجي نصفه اللي بيلعبوا جوه وخارج الأرض يكاد يكون متشابك. طبعا خارج الأرض بيكون متحفظ أكتر، ولكن حتى جوه الأرض ما بيكونش مبادر بالتسجيل وما بيهاجمش كتير. يعني على سبيل المثال مباراة أسك، هو المباراة انتهت بالتعادل في رادة 0-0، وبعد كده كانت الإصابات بضربات الترجيح. ما كانش فيه اي اندفاع هجومي، كانوا منضبطين جدا عشان هما بيعملوا ايه. وحصل برضه نفس الكلام لو خدت بالك في مباراه رادس امام النادي الاهلي، هما بيلعبوا كوره هاديه، بيلعبوا كوره مباشره، ما سجلوش فيه، ما فيش استعجال، بيلعبوا ان لسه فيه 90 دقيقه خارج الارض. خارج الارض دايما بيبقى فيه لو بلوك، يعني خط دفاع متاخر، لانه يعني عنده مشكله كبيره جدا في السنتر باك اللي موجودين، سواء ياسين مرياح او امين توجاي، اللي هما الاثنين قلبين الدفاع اللي موجودين. بطاء جدا، ما بيعرفوش يعملوا استدارات، ما بيعرفوش يتحركوا كتير، ما بيعرفوش يمسكوا الرقابه بشكل جيد، وبالتالي بيامنهم ان هو بيقرب المساحات عشان ما يبقاش فيه مساحات في ظهرهم. عنده مشكله ثانيه هو غياب بن حميده الباك ليفت، هيضطر ان هو بن علي الباك رايت يلعب باك ليفت، وهيبقى الباك رايت الاحتياطي اللي هو بوشنيبه، شباب بوشنيبه هيلعب هو باك رايت اللي نزل في اخر دقائق في الماتش اللي فات. بالظبط بالظبط كده، هو هيلعب بالشكل ده. هو يمكن شويه مشابه للاهلي في ناحيه اللي هي الباك ليفت. وسط الملعب روشي اهولو، اللي هو كان بيلعب وسط ملعب الرجاء، على يمين حسام الصا، لعيب برده الكورته مباشره، مش لعيب حريف ولكن كورته مباشره قدام. شماله غيلان الشعلالي، وده هو الوحيد اللي مكمل من جيل 2018. أيوة، وقدام بقى الثلاثي اللي هم بعتبرهم يعني اقوى ثلاثي في الترجي، يمكن الثلاثي الامامي، هم اللي يعتبروا يعني من حسام الدين غشه اللي هو الوينج ليفت. أيوة. ويان تاس اللي هو الوينج رايت، ورودريجو رودريجيز المهاجم. يمكن الثلاثه اللي قدام هم اخطر حاجه موجودين في الترجي، ولكن قياسا زي ما قلت لكم بيلعب بره ارضه، فالمفترض ان خطورته هتقل شويه، مفترض ان هو هيامن اكتر، مفترض انه هيحاول قدر الامكان يخرج ركلات الترجيح. عنده امان الله ماميش حارس المرمى ممتاز جدا في ركلات الترجيح، واجمالا حارس مرمى متميز جدا، هو هيحاول قدر الامكان لو ما سجلش يخرج لركلات الترجيح. لكن لا اتوقع تماما ان الترجي هيبادر بالهجوم ولا الكلام ده كله، ولو ان في نقطه اللي انا ممكن اكون متخوف منها شويه، اللي هي مهمه البحث على مساحات فاضيه في دفاع الاهلي. دي نقطة، والنقطة اللي أنا من وجهة نظري أهم، وممكن تبقى شوية تقلق أكتر. عدد جمهور الترجي اللي جاي اللي جاي القاهرة عدد كبير، هيدخل بأعداد كبيرة الملعب، بيكونوا منظمين جدا في التشجيع، وبالتالي ممكن شوية يعمل عليك ضغط شوية، إن أنت مش هتبقى بالملعب كله صوت جمهور أهلي بس، لا هيبقى فيه صوت جمهور الترجي موجود برضه. فعلا أنا شايف ليهم جماهير في كل مكان منورنا طبعا. تقريبا 5000 مشجع موجودين، بتبقى في أي حتة في مدينة نصر، لسه في مدينة نصر من ربع ساعة شايف ناس، وأنا بكلمك دلوقتي قدامي في الشارع ناس بتعدي من جمهور الترجي. فعلا في كل ما تتحرك في مصر بقالك 3-4 أيام كده، وما منورنا طبعا بلدهم التاني مصر، وبإذن الله المباراة تطلع بشكل جميل يليق طبعا بتاريخ الفرقتين الأهلي والترجي التونسي. النادي الأهلي كيف يفكر مارسيل كولر؟ الموضوع برضو محير شوية، ان انت هتهاجم وهتضغط وعلى ملعبك على استاد الرعب، ولازم تضغط من اول دقيقة، لكن في نهاية خالص انت خايف من اي هجمات مرتدة، خصوصا برضو ان في حركات كده من الدفاع بتحصل في عدد من ماتشات الأهلي ما تطمنش. ايه الخلطة؟ ايه اللي هيحصل بكرة؟ انت قلت نقطه يعني قلق، مصدر قلق باكيد بالنسبه لمارسيل كولر، هو نقطه الاخطاء الدفاعيه خاصه في الكرات الثابته. ودي شويه تقلق. يعني انا ممكن ما اقلقش مساحات قوي على الاهلي، ولكن قلق من الكرات الثابته، لان الاهلي في الكرات الثابته ما بيبقاش فيه رقابه، بيبقى دايما فيه خطوره على الاهلي في الكرات الثابته، وهم عندهم برضو الكرات الثابته من الحاجات الكويسه اللي هم بيلعبوا عليها، فدي ممكن تكون
مزرعه اعتقد كولر زي ما قال في المؤتمر الصحفي النهارده هو عامل حساب كويس جدا ان الترجي مش هيكون مستعجل خالص الهدف. ولو ان انا بالنسبه لي في رايي افضل سيناريو الاهلي هو التسجيل في اول مثلا كده ساعه اللي انت هتخلي الترجي يخرج من زي ما بيقولوا ايه من الحاله المست اللي هو بيحبها. يعني الترجي بيبقى دايما حاسس بارتياح طول ما هو بيامن ورا. لو انت اجبرته انه خلاص بيجري بيطرد المباراه وهيهاجم ساعتها الترجي هيضعف اكتر ممكن من نقاط الضعف الموجوده عنده تقدر تستغل المساحات الموجوده ورا. طيب. خاصه زي ما قلت لك ان الباك الشمال مش موجود وبالتالي فرصه بيرتي تاو ومحمد هاني كويسه ان هم يلعبوا الناحيه دي خاصه مع وجود غيلان الشعلالي في نفس الناحيه وهو لاعب سنه كبير ما بيكملش دايما 90 دقيقه ودايما بيكون لياقته قليله. طيب بمناسبه بقى بيرتي تاو ومحمد هاني تعال نروح للتشكيل والشكل الفني اكتر للنادي الاهلي. وكلام كتير جدا من جماهير الاهلي طوال الست ايام اللي فاتوا، مين هو بديل علي معلول؟ قفشة لما نزل في مباراة رادس آخر 10 دقايق عمل شكل فني جميل واستحواذ للنادي الأهلي. في ناس بتطلب أنه يلعب بكرة من بداية المباراة، في ناس بتتكلم على أحمد عبد القادر وأهمية وجوده مع التكتل الدفاعي للترجي التونسي. قل لي ملامح التشكيل الأنسب لمارسيل كولر بكرة. أنا أعتقد هيبقى مصطفى شوبير في حراسة المرمى، محمد هاني باك رايت، رامي ربيعة ومحمد عبد المنعم اثنين سنتر باك. على الشمال غالبا هيكون كريم فؤاد هو اللي هيكون موجود في هذا المركز غالبا. طب لو مش كريم فؤاد هيكون مين؟ هيبقى كوكا. دول الاختيارين المحتملين يعني بالظبط، لان هو خلاص استبعد، هو استبعد كريم الدبيس واستبعد خالد عبد الفتاح اللي هم الاثنين اللي ممكن يأدوا في الكوزه، فواضح جدا ان هو اعتماده على الاثنين يا اما كريم فؤاد او كوكا، بس هو غالبا هيكون كريم فؤاد لانه قدم مباراه جيده بالمناسبه في رادس يعني. تمام. دول الاربعه اللي ورا وسط الملعب اعتقد هيكون زي ما هو برده، هتلاقي مروان عطيه وهتلاقي اكرم توفيق وهتلاقي امام عاشور ثلاثه. ما اعتقدش يبدا بقفشه لان يعني هيبقى لسه شويه، يعني اعتقد هيبقى لسه قدامه 90 دقيقه فمحتاج حد ينزل بعد كده نشاط تاني. ما اعتقدش هتبقى البدايه بقفشه. والثلاثي الامامي هيكون غالبا برده اسامه ابو علي على اليمين بيرتي تاو وعلى الشمال حسين الشحات. ما اعتقدش هيبقى برده بدايه بعبد القادر تماما. الناس الجماهير كانت زعلانه قوي من بيرتي تاو في المباراه الاولى. بص هو انت كذا حد سال برضه بيجي يسال طيب هو يبدا مين مكان بيرتي تاو؟ انت لما تيجي تبص هل انت عندك لعيب وينج رايت في الاهلي زي ما كله بيطلع نار الفتره الاخيره؟ ممكن نسبيا رضا سليم. رضا سليم لكن ما تقدرش تقول لو مثلا رضا قعد ايه ده هو ازاي رضا قعد؟ ما تقدرش تقول كده. ولو رضا بدا ما تقدرش تقول ايه ده هو رضا بدا ليه؟ هي مش فارقه قوي. طب انا ممكن اروح لكفه بيرتي تاو لان بيرتي تاو عنده خبره، ممكن يكون غالبا يعني ده اخر موسم ليه مع الاهلي ولغه الكوره بيسميها اللاعب بيكون مقريف شويه، بس ده افريقيا هيبقى دايما في دافع في الحته دي. واعتقد بيرتي تاو من اللعيبه كمان اللي ممكن تكون يعني ممكن لو لعب يأدي ويعمل حاجه للاهلي في مباراه الغد. اخر حاجه في التشكيل، كان في ناس بتتكلم كتير جدا على ان محمد هاني مستواه الفتره الاخيره يعني عليه اعتراضات وانتقادات كتيره جدا، وكمان مباراه الذهاب شفنا قد ايه ان هو كان قلقان ومتوتر وليه اكتر من غلطه شفناها. في ناس كانت تتكلم اكرم يجي ناحيه اليمين ووسط الملعب يا اما يتم الاعتماد على قفشه اليو ديانج وليكن مثلا اي لعيب ثالث مع امام عاشور او مروان عطيه كوكا مثلا. بس هي الفكره ايه رايك في الاحتماليه دي؟ بص انت في الكوره بتقلل دايما التغييرات في الاربعه اللي ورا. يعني مثلا بقول لك انا ما قلت لك الترجي عنده مشكله ليه؟ الترجي الباك رايت الاحتياطي هو اللي هيلعب والباك رايت الاساسي هيروح باك ليفت، فانت كده غيرت اثنين من الاربعه اللي ورا في الترجي. انت لو عملت في الاهلي نفس الفكره دي هتغير برضه ورا اثنين من الاربعه. فبالتالي انت كده بتهز استقرار الجزء الدفاعي بتاعك، فدايما قدر الامكان ما تغيرش اهم مركز ما تغيرش دايما فيه هم الاربعه اللي ورا. فانت ممكن تغير واحد فيهم، فبالتالي هاني حتى لو انا عايز اقول لك ان كريم فؤاد على الرغم ان هو بيلعب برجله اليمين جبهه كريم فؤاد كانت اقوى من جبهه اليمين بتاعت الاهلي. صح حتى صح فرادة. صح عشان كده بقول لك امام والشحات والباك ليفت اللي موجود دي قوه الاهلي. قوه الاهلي في الثلاثه دول الباك ليفت اللي بيلعب، عشان كده كريم فؤاد بيلعب كورته عاليه عشان كده كولر اعتمد عليه ولعب مع ام بي سنه كامله باك ليفت وبالتالي يؤدي في الجزء ده. عشان كده اعتقد مستبعد تماما انه طبعا يغير هاني دلوقتي خالص ويرجع اكرم على بقاش حتى بقاله فتره كبيره ما ينفعش تغيرها قدام برده واحد زي غشام اجنحه كويسين جدا في الترجي ما ينفعش تغير يعني. طيب عايز تتكلم على حاجه بخصوص تصريحات الشناوي النهارده في المؤتمر الصحفي ولا نخليها في يوم تاني بعد المباراه وان شاء الله يكون الاهلي توج باللقب؟ ممكن نقولها في اختضاب ليس التوقيت الامثل زي ما انت قلت كده، ولا حتى للنقاش فيها ولا حتى للرد بتاع الشناوي في الوقت ده. صح ما كانش ده الرد المناسب مش وقت. كان ممكن الرد ده يترد في عارف في بيتنا
يكون في ماتش في الدوري، صحفيين كل الصحفيين اللي موجودين يكونوا مصريين، وناخد وندي مع بعضين. صح، انت معاك حق جدا جدا. كنت في بداية الحلقة النهاردة بتكلم على موقف مش ولا بد حصل كده من لابورتا مع تشافي هرنانديز النهاردة، عايزك تتكلم عنه وتقول لي ايه رأيك. هل انت معترض وزعلان برضو، بتقول زي جماهير كتير جدا من جماهير برشلونة ان هذا النادي لا يحترم اساطيره؟ بص، هو الكرة كلها، انا قعدت افكر الكلام ده النهاردة، انه فاضل ماتش في الدوري والراجل يمشي والكلام ده كله، وبعد ما اقنعته ان هو يكمل ومضيته يكمل وقال لي هيكمل وبتاع، بعد كده رجعت لكلامك. انا بحس ان الكرة يعني بقى ما بقاش فيها مشاعر قوي، ما بقاش فيها الحتة دي قوي. طبعا ده حاجة سلبية، بس انا بعتقد ان الموضوع بقى اكتر منه شوية، بقى منطق اكتر منه مشاعر. يعني نفس، على فكره نفس الكلام ده، الناس مثلا تقول لك ايه، معلول يجدد، معلول ما يجددش، طب استنى، طب الاصابه مدتها قد ايه، طب كذا. لا، فاحنا شويه اجمالا الكوره بيبقى فيها دايما جزء مشاعر وجزء تعلق باللاعب والمدير الفني. يظل ده حق من حقوق النادي انه يعمل كده، ولكن انا ما كنتش مع الخطوه دي. ولو كان كده كان من الاول قبل التجديد وقبل النقاش في القصه دي كان يتم الاعلان ان احنا الراجل مش هيكمل، هو خاصه انه كان قال من الاول انا مش هو هكمل. اللي قال انا ماشي، وبعد كده لما الفريق وصل للسيمي فاينل، وصل للسيمي فاينل وقعد وصل في 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 في, في الشامبيونز ليج لحاجات متقدمه، والدوري اتحسن وقعد فتره بدون هزيمه، قال خلاص احنا هنجدد. وبالتالي بعد كده ان رئيس النادي يتراجع في ده، طبعا لا مش حاجه احسن حاجه، ولكن بقت بتحصل في الكوره، وبقت غير يعني ما بقتش صادمه زي ما كان بيحصل قبل كده انك تصدم لما تسمع ده. هل انت كواحد مثلا، هنعتبر ان انت من مشجعين برشلونه، هل انت شايف ان هانز فليك الراجل الالماني ده هو الاختيار الامثل، ولا كواحد مثلا ممكن ليك حق الاختيار او تخيل ان انت هتختار، كنت تختار مين؟ بص، انا شايف هانز فليك اختيار جيد لبرشلونه، خاصه ان الفريق شويه محتاج يغير الشكل، فكره اللي هو الهوم جراوند او اللي هو المدير الفني اللي بيبقى جاي شويه راجل اسباني جاي معاشر الكره الاسبانيه، ممكن يكون الكره الاسبانيه شويه محتاجه شويه بخلاف ريال مدريد تغيير شويه الجزء ده وتغيير العقليه دي بشكل ما الفتره اللي جايه، خاصه ان برشلونه كان بقاله فتره بيعتمد على هذا الشكل. برضو تشافي هرنانديز من المديرين الفنيين اللي كان ابن برشلونه، وبرضو يعني هنتكلم كده ايه، بيبقى دايما له خاطر عند الجماهير اللي موجوده، انت محتاج دايما حاجه اكتر شويه تبقى تو ذا بوينت، حاجه بتحقق لك اهداف النادي، بيبقى له زي اهداف معينه محتاج يحققها بدون اي تدخل من اي حد موجود جوه النادي، حققت الاهداف بتكمل، ما حققتش الاهداف ما بتكملش. ولكن هو برشلونه بعيد صراحه بقاله فتره، ودي من الحاجات اللي شويه اللي ممكن جمهور برشلونه يقلق منها. انا برشلونه بعيد عدت على مستوى حتى الشامبيونز ليج بقاله فتره، على مستوى الدوري ممكن شويه بقاله فتره، وبالتالي لازم التغيير جذري، وانا شايف هانز فليك من المدربين التانيين اللي ممكن يعمل تغيير جذري لمصلحه برشلونه، عشان حتى يبقى في منافسه ما بينه وما بين ريال مدريد اللي هو بالمناسبه مش اقوى حاجه، ومع ذلك وصل لنهائي دوري ابطال اوروبا، وغالبا هياخد نهائي دوري ابطال، هياخد دوري ابطال اوروبا، واخد الدوري ومكسر الدنيا في كل البطولات اللي بيخشها يعني. مع انه كمستوى لا مش زي ما كان قبل كده. لا طبعا، انت نورتنا وشرفتنا، وانا بشكرك جدا جدا جدا. شكرا لك يا محمود، وبالتوفيق للاهلي بكره ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. كان معانا صديقنا العزيز احمد يماني المحلل الرياضي، كان منورنا في ملوك الكوره على هوا الراديو 90 90.